يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت أمي وهي كافرة فورثت منها مالا، كيف أصرف هذا المال علما بأن هذا الإرث لا يحل لي؟ ما لا ميراث بين مسلم وكافر، فأنت أخذتي بغير حق. إن كان لها ورثة من الكفار ردي عليهم، إن كان لأمك ورثة من الكفار ردي عليهم لأنه لهم، ما إذا لم يكن لها ورثة فضعيه في مشروع عام تخلصا منه. نعم.